تنظم الجزائر يعني دور الجزائر الدولية التي ستنطلق يعني من يوم 20 إلى يوم 27 ماي. المنافسة سوف تنطلق يعني من أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية حتى مدينة وهران ثم العودة إلى الجزائر العاصمة. الأهمية من هذه المنافسة أنه كحدث رياضي تحضيري للنخب الوطنية التي هي معنية بالمشاركة بألعاب البحر الأبيض المتوسط، هي كذلك ترويجية لألعاب البحر الأبيض المتوسط بما أنها مسجلة في رزنامة اللجنة الدولية للألعاب. نظن أنه يعني كل أمور التقنية مضبوطة إن شاء الله، ومن خلالكم يعني شكر موصول إلى كل الممولين وكل يعني الشركاء وكل الأسلاك الأمنية اللي يعني اللي كانوا وراء يعني الوقوف على كل صغيرة وكبيرة من أجل توفير أحسن الظروف للسير الحسن لهذه المنافسة. justement le nombre de participants et les pays participants. فيما يخص الفرق المشاركة عفوا، فيه يعني فيه منتخبات وطنية وفيه كذلك فرق. فيما يخص يعني المنتخبات الوطنية، فيه المنتخب الوطني التونسي، فيه المنتخب الوطني الليبي والمصري، فيه كذلك أندية على غرار يعني نادي شرطة دبي، نادي أبو ظبي، ونادي يعني شعفار جميرة، بالإضافة إلى نادي السلام السعودي. كذلك يعني فيه هناك منتخبات وطنية على غرار يعني المنتخب الوطني العسكري، وكذلك المنتخب الوطني أقل من 23 سنة، بالإضافة إلى نادي مولود الجزائر، وكذلك تلك فرق يعني جهوية اللي راح تكون يعني كلها تتنافس لهدف واحد وهو يعني كسب تنافسية وتحضير الأمثل للاستحقاقات الرياضية المقبلة. justement ce tour sera sélectif dans la mesure où il vous permet de constituer la sélection nationale qui va prendre part au JM. bien sûr, ça sera la meilleure occasion pour l'entraîneur national de choisir les meilleurs éléments qui vont représenter l'Algérie. dont seul objectif c'est ici le drapeau national.